شعب الباجاو غجر البحر. شعب الباجاو أو شعب ساما باجاو هو شعب يعيش في منطقة سواحل جنوب شرق آسيا، مما يجعل شعب الباجاو مشتتاً سياسياً بين إندونيسيا والفلبين وماليزيا. يتميزون بمعيشتهم في المياه على متن بعض الزوارق الخشبية البسيطة والبيوت المقامة فوق سيقان خشبية عالية، فأطلق عليهم لقب غجر البحر أو بدو البحر. لا يعرف شعب الباجاو النقود ويعيشون على مقايضة الأسماك بالسلع الزراعية، واليوم تتناقص أعداد الأفراد الذين يولدون ويعيشون في الماء كأسلافهم بسبب الاندماج الثقافي مع الشعوب المجاورة وجهود البرامج الحكومية الماليزية لضم وتوطين شعب الباجاو. وخلال 50 عاماً الماضية هاجر العديد من أهل الباجاو إلى ماليزيا والجزر الجنوبية للفلبين هربا من الصراع القائم بين الجماعات المسلحة والحكومة الفلبينية والمعروف باسم صراع مورو. وفي عام 2010 شكل شعب الباجاو ثاني أكبر الأعراق في إقليم صباح التابع لماليزيا. تم اكتشاف وتسجيل وجودهم بواسطة المستكشف والرحالة الإيطالي أنطونيو بجافيتا عام 1521، والذي ذكر في كتاباته اشتهار شعب الباجاو بالقرصنة وتجارة العبيد في فترة الاحتلال الأوروبي لآسيا. يتداول أهل الباجاو أسطورة تحكي أنهم ينتمون لشعب كان يسكن اليابسة ويحكمهم ملك له ابنة ابتلعها البحر في عاصفة شديدة، فأمر الملك شعبه بالبحث عن ابنته فرحلوا إلى البحر باحثين عنها، ولما فشلوا في العثور عليها قرروا البقاء في البحر وعدم العودة إلى اليابسة خوفا من غضب الملك. يدين معظم شعب الباجاو بدين الإسلام، وتوجد أقليات مسيحية كاثوليكية وبالإضافة إلى بعض الأديان والأعراف التقليدية، ويعد التمسك بالدين قيمة أخلاقية وأيضا اجتماعية عالية. ومع ذلك لا توجد مساجد أو دور عبادة إسلامية على الشواطئ القريبة من مكان سكن شعب الباجاو، ويقوم شعب الباجاو بتقديم الصلاة حسب معتقدهم لبعض الأرواح التي تسكن البحر والمعروفة بالإسلام بالجن. ويتحدث شعب الباجاو أكثر من 10 لغات، أهمها هي اللغة المالايو، وهي مجموعة من لغات وخليط السنسكريتية والعربية والتي تأثرت بالديانة الهندوسية والبوذية ومن ثم الإسلام.